حياكم الله من جديد في حلب العرفج، وصلنا إلى فقرة سؤال العرفج وبنسمع بصوت زميلنا أحمد عبد الكريم. هل مفهوم السعادة عند المرأة يختلف عن مفهومها عند الرجل؟ بمعنى أن التمييز موجود بين الجنسين حتى في السعادة؟ لا أظن ذلك، لكن هناك من يظنه. فبعض الأمثال تقول: علامات السعادة المنزلية: حب المرأة لبيتها. السعادة، وأنت أكثر واحد قرأ كتب عن السعادة. أي والله، شوف طبعا فعلا. حسب ما تقول يعني، لا لا هذا وشوف أصحاب السعادة، هذا الكتاب من أكثر الكتب انتشارا، لأنه الحقيقة قعدت 20 سنة من يوم أنا صغير وكنت أسأل نفسي، كنت قرأت، تعرف أنا في المتوسط بديت أقرأ الشعر، فقرأت كتاب، فقرأت بيت شعر للحطيئة يقول: ولست أرى السعادة تجمع ماني ولكن التقي هو السعادة. طبعا هو له تقي وكان هجاء وبذيء، عمر بن الخطاب سجنه في حفرة لما انهى، وقال يعني اشترى من أعراض المسلمين بمبلغ، فحسيت أنه يقول كلام فاضي، أنه ما هو بس. فبديت أسأل عن السعادة، وأول شيء ميزنا بين السعادة والفرح. الفرح وقتي، يعني بعض الناس مثلا من يأخذ سجارة نسأل الله العافية ولا خمور يشعر بالفرح، بس هذه أول شيء أنها فرح ليست سعادة. ثانيا الفضل للشيء اللي تتعاطاها وليس لك، يعني هي ليست سعادة حقيقية، هي سعادة مكتسبة، فرح مكتسب. احنا نتكلم عن السعادة التي تسمى بالإنجليزي state of mind، حالة ذهن، بحيث أن الإنسان دائما مستقر مرتاح، تجي له منغصات لكن الأصل فيه أنه سعيد وفي طريق السعادة، وما زال الرجل سعيدا ويتحرى السعادة إذا كان يبحث عنها. السعادة اللي وصلت لها إنها تختلف باختلاف الواصلين إليها. المريض يرى إنه السعادة هي الشفاء، الفقير يعتقد أن الغني الغنى هو السعادة، الطالب المتعثر في الجامعة يعتقد أن التخرج اختلاف الغرض اللي يسعده بالضبط، الأعزب ينتظر الزوجة التي تسعده، اللي ساكن مستأجر السعادة هو أن يسكن بيت. هذا بشكل عام مفاهيم. لا يمكن ولا أكذب أي واحد يقول لك أنا عندي تعريف للسعادة، تعريفك خاص بك. الناس السعداء كل واحد وصل بطريقته، التعساء يتشابهون صح، لكن السعادة أنت سعيد أتيت من الطريق هذا، أنا سعيد أتيت من الطريق. في ناس يسعدوا مثلا أنه يروح مزاد السيارات، في ناس يسعدوا أنه مثلا يقرأ كتب، في ناس يسعدوا أنه يتمشى، أنه يسافر، أنه يجمع أموال، أنه يكون عنده أطفال، يكون تعدد زوجات، كل واحد. أنا أقول لك السعادة لها 1000 طريق ولها 1000 تعريف، هذا واحد. ثانيا وهو المهم، أنا لما كنت عمري 8 سنين كانت السعادة عندي تتمثل في شيء واحد، أني أشبع مطبق، والله أشبع مطبق. صحيح لا تضحك، ترى ما حنا هذه مشكلتكم، لما نكون مجلس عين تضحكون. طيب أنت ليش تعتبر أن الضحكة هذه سخرية؟ لا يعني يا أخي هذا إعجاب بسعادة الطفل في الثامنة كان أقصى حلمه أنه يأكل مطبق، وفي الابتدائية كان اليوم هذا الطفل صار المليون ما يسعده ما شاء الله. طيب. لا والله سعيد وأنا أنام على الفقر سعيد. بعدين لما صارت سعادتي تحولت، لما تعثرت في الابتدائية وقعدت تقريبا 13 سنة في الابتدائية، صارت سعادتي أني أخلص الابتدائية، بعدين صارت سعادتي تخلص الجامعة. فالسعادة تختلف حسب العمر وحسب الحالة، يعني أنت واحد في بنغلاديش سعادته أنه يجد كفاف العيش ويجد وظيفة جيدة، قد تختلف عن واحد سعادة في أمريكا، عنده وظيفة لكنه طول وقته متذمر ومتضجر. فأنا أقول لك تختلف بالعمر، أيضا تختلف من الرجل للمرأة، وهذا اللي حنا قلنا في الناصية. المرأة أحيانا يطربها الحلي، الهدايا، الالتفات للأشياء البسيطة. أنا والله واحد قال لي متى مولود ما همني، أو متى عيد ميلادك، لكن لما تسأل المرأة هذا قد تفرح في السؤال ذا. شفت إن أدوات الفرح مختلفة، عمر الفرح مختلف، أجناس الفرح. في شبه إجماع على إنه التصالح مع الذات من أسباب السعادة، في شبه إجماع أن الصحة مصدر للسعادة، فيه شبه إجماع أن الاستقرار المالي يعني من مصادر السعادة، في أيضا السفر، المال والبنين، الصحة والمال والتصالح مع النفس والتصالح، وأيضا في أيضا شبه إجماع المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فيه صاحبكم الشاعر الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفريج هم واكتساب وصحبة ماجد، اللي هو أنت مفرح بس اسمك الدلع ماجد. فهذه الأشياء مزيدة وتزيد في هرمون السعادة. أنا بالنسبة لي سعادتي الآن للأخ فيك، سعادتي الآن تكاد تكون إلى حد كبير في القراءة،
بالذات مقدمات الكتب، يعني نقرأ في اليوم 10 مقدمات قادر الكتب. أنك تحققها يعني اليوم نقدر نقول عنك أنت عن نفسك أنك سعيد أن أحمد العرفج سعيد؟ أنا أبدا، طلال المداح حافظ أغنيته واليوم يمكن تكوني يا نفسي أنك سعيدة، يشهد على صدق قولي دقات قلبي السريعة بلا شك. أنا لا والله شوف في السعادة التصالح اللي يقصده طلال. أيوة أيوة لا والحب سعادة، الحب سعادة. شوف أفضل شيء أن تجعل السعادة عادة، بمعنى أنك إذا صاحبت السعداء ويا سلام لو صرت عاشق وسعيد. من قال لك؟ أنا عندي ثالثة بعد، وهي عاشق وسعيد ومعشوق. طيب الروح من السعادة.